شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكن على أصناف متنوعة ومميزة وهيك فيكن تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكن من دون أي كلفة توصيل إضافية. لكن الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. إجمالاً بكل بيت وبالمطبخ تحديداً خزينة التابروير بتكون مكركبة كتير ومنحاول ننظمها بس بياخدوا محل كتير وضبهم بالفعل بحير ست البيت. سبينان ستور الأصلية بتحل هالمشكلة. هي كناية عن صينية مزودة بسيلندر بيبرم تنقل القطعة يلي بدنا إياها. بتاخد محل صغير وفيها 23 تابروير مع الأغطية. فينا نحط جميع أنواع المأكولات والسوائل، فينا نحطهم بالفريزر كما فينا نسخنهم بالمايكرويف. فيكن تحصلوا على هالمجموعة ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. قديم نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطوا عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربلو ما بقى نعطي الهم لانه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتز بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربلو. مغلفه بقماش بيتنفس لنوم منعشه وصحيه اكثر. وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يتطوروا ويزيدوا، كما انه بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. فيكن تحصلوا على ايربلو ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. من نحن وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من اهلنا يجيبوا لنا منه. هلا صار في كوتن كاندي ميكر ماشين سعرها 40 دولار بتخلينا نعمل كوتن كاندي ببيتنا بطريقه مهضومه نحن وجامعين الاولاد حولنا وعم نلعبهم. حتى بالبيرثدايز الاولاد فيهم يستعملوها لانه طريقتها كتير سهله وامنه واكيد بينبسطوا فيها كتير. بتكون بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وبتكبسوا زر الاون للدور. بتمسكوا حيلا ستيك بايدكم وبتصيروا تبرموها ليلف السكر عليها وهيك بصير عنا اطيب كوتون كاندي. اذا بدكم يهون ملونين بتحطوا السكر بكولوران وبترجعوا بتحطوه بالماشين وبيطلع اللون يلي بدكم. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتحصلوا على هالماشين ب 40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري.
شو اورجانايزر هالشبه الخزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو اورجانايزر مصنوعه من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزي وبنفس الوقت منها ثقيله بالحمل؟ شو اورجانايزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكازيات مرتبه، والا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها زهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم ب$26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على التالتة مجانا. بتصلوا على بستلر على 01-44-55-55. إجمالاً مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت تول رح أزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الربر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنه تزيد لكم طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع، ما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الربر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا بريحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالي يلي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيلا شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن إياه من سنتيمتر واحد لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارت تول جوات الشوز، وهي كفيلة بأنه تزيد لكم طولكن وما تسبب لكم انزعاج. سمارت تول مصنوعة من مواد مريحة مثل ما قلت لكم، ما بتعرق الإجر، يعني ما بتسبب انزعاج، وجع أو حساسية، وبتضاين لفترة طويلة. ب$20 بس فيكن تحصلوا على سمارت تول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.